قواعد اللغة الإنجليزية. ما هو الفاعل في الإنجليزية؟ الفاعل كما هو في العربية، نضرب له مثالا، أنا اسمي فراس المنير. وكما هو معلوم، عندما أتحدث للناس عن أفعالي أقول أنا فعلت كذا، إذن أنا الفاعل، أنا من فعلته فأنا الفاعل. وعندما أتحدث عن أفعال صديقي أنس أقول أنس فعل كذا، أو أقول هو فعل كذا. فإذا قلت أنس أو قلت هو فالأمر واحد، لأن هو يناسب أنس. أما لو كانت صديقتي فرضا زينب، فسأقول هي ولن أقول هو. فالفكرة ذاتها في الإنجليزية. لتفصيل أكثر، تخيل معي أن أحمدا جالس على كرسي وبجانبه تجلس فاطمة، وأن عمارا جالس على كرسي مقابلهما وبجانبه تجلس زينب، وأن عبادة وبتول جالسان بجانب نافذة الغرفة يداعبان قطة عند قدميهما كما في الصورة الظاهرة. فإذا علمنا أن الفعل يجلس في اللغة الإنجليزية هو sit، فتخيل معي بالتالي الصورة التالية. في الإنجليزية إذا أراد أحمد أن يعبر عن تأديته لفعل ما، فيبدأ كلامه بقوله I، أي أنا، لأنه يريد أن يعبر عن شيء يتعلق به وعن فعل قام به، فيقول عن نفسه أنا I، وذلك بغض النظر عن الشخص الذي يخاطبه أحمد. فإذا أراد أن يقول أنا أجلس يقول I sit، بغض النظر إن كان أحمد عندما قال I sit أنا أجلس، إن كان يخاطب عمارا أو زينب رجلا أو امرأة، إن كان يخاطب شخصا في الغرفة أو خارجها، أو يخاطب نفسه في المرآة مثلا، بغض النظر عمن يخاطب، في كل الأحوال ما دام يقصد نفسه فيقول I. أما إذا أراد التحدث عن غيره، فإذا كان يريد التحدث عن أنس مثلا أو عن عبادة، فينظر عبادة من هو، ذكر أم أنثى. ما دام ذكرا فالأنسب أن يقول هو، طبعا ذكرا وواحد فقط، لو كان أكثر من ذكر أو ذكر ومعه إناث فيختلف الأمر، لكن إذا كان ذكرا هذا أول شرط، وواحدا إذن هذا الشرط الثاني، والشرط الثالث أن لا يخاطب أحمد عبادة، أي يتكلم عنه وكأنه غائب، فيقول أحمد عن عبادة هو، ولا يصح أن يخاطب عبادة ولا يصح أن يخاطب أحمد عبادة بأن يخاطبه وجها لوجه ويقول له هو، يقول له أنت. لكن عندما يكون عبادة غائبا فيقول عنه أحمد هو، أو قد لا يكون عبادة غائبا، قد يكون في الغرفة لكن لا يخاطبه أحمد. أحمد مثلا يخاطب عمار، يخاطب فاطمة، يخاطب بتول، زينب، أي شخص في الغرفة، أي شخص خارج الغرفة، أي شخص سوى عبادة. ما دام يخاطب أي شخص ما عدا عبادة ويتكلم عن عبادة، وعبادة ذكر وعبادة واحد لا أكثر، فيقول عنه هو، أي بالإنجليزية هي. فهو يجلس هي sit. أما إذا أراد أحمد أن يقول شيئا عن بتول، فيريد أن يتحدث عن فعل من أفعالها ولا يريد أن يخاطبها، إذن نفس الفكرة والفكرة نفسها، فيقول بما أنها أنثى واحدة، بما أنها أنثى وواحدة لا أكثر، ولا يخاطبها، أي يخاطب أي شخص سواها، فيقول إذن هي تجلس she sit، إذن هي بالإنجليزية she. أما إذا أراد أحمد أن يقول أو يتحدث عن فعل قام به أكثر من شخص، لكن هؤلاء الأشخاص هو واحد منهم، أحمد ذاته الذي يريد أن يتحدث هو واحد من هذه المجموعة من الأشخاص، ففي العربية ماذا نقول؟ نقول نحن، عندما نقول نحن نجلس، فإذا هؤلاء مجموعة يجلسون والمتحدث هو واحد من هذه المجموعة، فيقول نحن نجلس، إذا المتحدث يجلس وهم يجلسون أيضا معه، لذلك يقول نحن. في الإنجليزية we أي نحن، we sit نحن نجلس. إذا هنا اختلفت الشروط، يجب أن يتحدث المتحدث عن مجموعة أي شخصين فأكثر، ويجب في هؤلاء أن لا يخاطبهم المتحدث، لا هنا فرق، يمكن أن يخاطبهم المتحدث ويمكن أن يخاطب غيرهم، فيمكن لأحمد أن يخاطب فاطمة ويتحدث عن جلوسه هو وهي فيقول نحن نجلس، ويمكن أن يخاطب غير فاطمة وغير نفسه، يخاطب عمارا مثلا ويتحدث أيضا عن جلوسه وجلوس فاطمة فيقول نحن نجلس، إذن لا فرق هنا. أما إذا أراد أحمد في مثالنا أن يتحدث عن فعل قام به أكثر من شخص، أي اثنان أو أكثر، إذن مجموعة، لكنه ليس منهم، إذن لا يمكنه أن يقول نحن، ولكنها مجموعة، فإذن هذه المجموعة هو ليس واحدا منها وهم اثنين فأكثر، والشرط الثالث ألا يخاطب أحدا منهم، أن يخاطب أي شخص سوى هذه المجموعة حتى يصح
أن يقول هم أو هما أو هن أو أولئك، فمجموعة لا يخاطبها. عندها يقول مثلا أحمد عن عبادة وبتول هما يجلسان، هما أو هم أو هن. كي لا نحفظ هذه المفردات كلها في العربية الكثيرة، كلها تقابل مفردة واحدة في الإنجليزية هي they. لذلك لا نستطيع أن نترجم they فقط بكلمة هم أو هما أو هن أو غيرها، لأنها تعني كل هذه المفردات. لذلك الأسهل أن نصنفها بأنها مجموعة لا نخاطبها وهي أكثر من اثنين، والمتحدث ليس واحدا من هذه المجموعة. إذن كل مجموعة لا نخاطبها غائبة عن المجلس أو موجودة ولا نوجه الحديث لها، فنقول they sit. أما إذا أردنا التحدث عن فعل قام به كائن غير عاقل كالحيوان أو النبات أو الجماد أو الطفل الرضيع وهكذا، كائن غير عاقل، فإذا كان كائنا غير عاقل وكان واحدا وليس مجموعة، ولم نخاطب هذا الكائن بل خاطبنا أي شخص سواه، وجهنا حديثنا لأي شخص سوى هذا الكائن الذي نتحدث عنه غيابيا، والغياب كما قلنا لا يشترط أن يكون الكائن غير موجود معنا في المجلس، وإنما القصد بالغياب هو عدم المخاطبة، عدم التوجه له بالخطاب. فإذا كان أحمد يريد أن يقول عن القطة مثلا أنها تجلس، فإنه يقول it عن القطة sit تجلس it sit وهكذا لكل ما هو غير عاقل. لكن إذا كان غير عاقل وكان مجموعة ولا أتحدث معهم، أتحدث عن مجموعة من القطط فرضا ولا أوجه خطابي لهم، لا أقول لهن تعالينا لتأكلن مثلا، أتحدث عن مجموعة غير عاقلة لكنها لا يتوجه إليها بالخطاب، فعندها أعود إلى they التي مرت معنا، لكن هنا مفرد غير عاقل لا أتوجه له بالخطاب. ثم نأتي إلى الضمير you يستخدم لمعان كثيرة، فملخصها الخطاب. فإذا خاطبت مذكرا شخصا، ذكرا رجلا كبيرا أو صغيرا صبيا عجوزا مذكرا، تقول له أنت، وإن كانت امرأة أو صبية أو طفلة أو عجوزة أو امرأة عجوز فتقول لها أنت، وإن كنا جمعا من النساء أنتن، وإن كنا جمعا من الذكور أو جمعا فيه ذكر وفيه إناث فبكل الأحوال يقال لهم أنتم، وإن كنا مجموعة من القطط أو مجموعة من الجمادات أو من الكائنات اللاعاقلة في كل الأحوال كل ذلك تقول لهم بالإنجليزية you. فكلمة you الجامع المشترك لهذه الكلمات كلها في العربية هي ماذا؟ المخاطبة. ما دمت أوجه حديثي لأي كان ذكرا أو أنثى، مجموعة أو فردا، عاقلا أو غير عاقل، مهما كانت حالته، ما دمت أوجه الخطاب له فأنا أقول you. فإذا you ملخصها كلمة واحدة وهي مخاطب. طبعا they sit you sit كل ما ذكرناه إلى الآن هذه أفعال تتكلم عن الفعل في حال الزمن الحاضر. أنت تجلس، هم يجلسون. يجلسون متى؟ يجلسون الآن في الزمن الحاضر، لا نتحدث أنهم جلسوا في الماضي ولا أنهم سيجلسون في المستقبل، وإنما يجلسون الآن، فهذا هو الزمن الحاضر أو يعبر عنه في العربية الفعل المضارع. فلنقل أنه الزمن الحاضر، نحن قلنا تجاوزا أن هي sit هي صحيحة لكنها ناقصة، يجب أن نضع حرف الاس في نهاية الفعل sit هي sits عندما يكون الفعل في الزمن الحاضر فقط، ليس في الماضي ليس في المستقبل، عندما يكون الفعل في الزمن الحاضر وحصرا مع هي she it أي هو وهي والمفرد غير العاقل غير المخاطب. إذن نقول هي sits she sits it sits. أما they فتبقى على حالها they sit we sit you sit I sit. إذن فقط هؤلاء he she it نقول sits، ولكي تعلق بأذهاننا ولا ننسى لماذا هؤلاء بالذات نضيف لهم حرف الاس، نقول أن ما يجمعهم هو الإفراد، هم مفرد والآي مفرد أنا مفرد، لكن لماذا تميزوا هم؟ لأنهم مفرد وthey جمع we جمع، فمن اعتز بجماعته كان ضعيفا في الحقيقة، من تقوى بجماعته بدل أن ينتصر للحق أينما كان فقال نحن we أو قال هم they تكلم عن غيره واشتغل بعيوب غيره فهو خاسر، ومن تكلم عن ذاته وقال أنا I فهو معجب بذاته فهو خاسر، ومن قال أنتم you وتجادل مع غيره وجها لوجه وجرحه بالكلام فهو خاسر. لكن هؤلاء الثلاثة مفرد غائب، مفرد غير مخاطب، أي وكأنهم اعتزلوا الناس وتفكروا وتأملوا في الكون
يعبدون فكانت لهم مع ربهم أحوال، فكانت قوتهم في خلوتهم، فلأنهم أقوياء كانت الإس في نهاية الفعل. إذن لأنهم مفرد غائب أو مفرد غير مخاطب، أي مفرد اعتزل الناس. He sits, she sits, it sits.